ثالثا، نحن عندما ندخل إلى القرآن نفسره بإطلاقية، وهذا جزء من التفسير. والإطلاقية معناها أنه محرر من الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وهذا معناه أنه وكأنه ولأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قد نزل الآن. إذن فالدعوة إلى التاريخية أو التأريخانية أو كذا إلى آخره مما يستعمل في الأدبيات الحديثة هي دعوة شبيهة بقضية خلق القرآن التي ظهرت في عصر المأمون. وخلق القرآن معناه أنه شيء حادث لم يكن قبل ذلك، وما دام هو حادث فهو محصور في بيئته، وبذلك فإنه لا يتعدى الزمان ولا يتجاوز المكان، لا يقفز فوق الأشخاص والأحوال، وعلى ذلك فهو صالح للعصر النبوي وشبيه العصر النبوي لأولئك الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وشبيه من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تغيرت العصور وخرجت عن ما كانوا يسيرون فيه فإنه لا يصلح لهذا. هذه دعوة قد يؤيدها بعض من أسموا أنفسهم بالمفكرين المحدثين، أرادوا أن يتحرروا من إطلاقية القرآن ومن أنه متجاوز للزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ولكننا نؤمن بهذه الإطلاقية ونؤمن أنه ليس منحصرا في تاريخ معين ولا في زمن معين ولا لأشخاص معينين. ظهرت طائفة قليلة تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا للعرب فقط وليس للعالمين. نحن نرفض هذا الاتجاه ونرفض هذا الكلام، فإنه قد أرسل صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، فكان صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الدين هو خاتم النبيين والمرسلين، وهو المصطفى المختار، وهو المسيا الذي تكلمت عنه الكتب السابقة. فهو صلى الله عليه وسلم باق فينا بقرآنه الذي أوحاه الله إليه. إذن نفسر القرآن بإطلاقه.